البرنامج داخل الجهاز خلاص الامور محسومه يعني محسومه سلفا فهو يحسبها يعني ما عاد تحتاج حتى تحسبها يسهل معك بعض الحسابات. طيب بنفس الآلية قلنا هذه نفس الحسابات وبالتالي نفس القيم 372 تحولها بس للتي تيست. طيب عملت تي 35 ليش؟ الناقص واحد. ايوه الناقص واحد شوف ركز للآخر. ايوه يعني قفز على طول. شوف انا شوف معي هنا حقيت كان عالي جدا هنا انا اشتري شو هنا بس الان بس يحلب كده على بال ما اطلع على طول بعدين هذا هناك البرجر بلان معلش على بس عمل الشحن يا دكتور ما يمشي على الطاقة الشمسية كيف نستخدم الجدول وراجعوها يعني حتى اذا في خطا اقبل يعني عادي اذا شفتم عندي خطا في الحسابات قلتم هذه لا تطلع لا ما ما كل شيء وارد كل شيء وارد. طيب فمن ذلك معنى الالفا طبعا هنا كذلك تغير مش مثل الاول الالفا كم هنا؟ 1% 1% وبالتالي لما تروح تحسب الكيريتيكال فاليو تطلع معنا هذه الاثنين بملتي طبعا أربعة. طيب التي تيست اللي موجودة معنا التي تيست نحسبها من التحويلة هذه اللي خدمنا نعرفها من زمان كلا بقيمته الميو على حسب القيمة اللي هو جابها اللي هي نعمل لها الاختبار والاس هو جابها كستاندرد ديفيشن للعينة مش للبوبيوليشن والام 36 معروف كذلك تطلع معنا هذه القيمة التي تمثل إيش القيمة المقابلة هنا في تي لي الإكس بار. كيف؟ هنا بنختار نفس ال. وان تيل. وان تيل. وان تيل الآن شوفوا هو كم. وان تيل عضو معنا إيش أبر ولا لور؟ أبر اللي بيكون. أبر على طول. أبر. ها؟ ايوه وبالتالي تلاحظون انه ايش؟ طالع بمنطقه القبول مش من منطقه الرفض وبالتالي دونت ريجكت اتش زيرو بنفس الاليه. تقربوها على البرنامج؟ ولا بعد البي فاليو؟ بنفس الفكره بي فاليو نفس الفكره بنفس الاليه. بس ها؟ ما هو 2.7 زياده لا اظن كريتيكال عملتها عملت لها البرنامج. طيب اعملوها كذا كلكم شوفوا انه صح ولا غلط احسبوا اعملوها بنفس الفكره بس لاحظ ايه ايوه في معاكم تي تيست فور مين سيجما نو يو كده وصلنا شو سيجما نو في ديش فور مي بنتي سيجما نو 1